وايه الغريب في كده؟ بحب الشوكولاتة جدا وبحب العيش جدا. كل اللي انا عملته النهاردة اللي انا عملت حاجة تمشي على ذوقي ومزاجي النهاردة. بصوا، طبق حتة عيش، شوية شوكولاتة، وعشان الميكس يكمل نكمل عليهم كده بالفراولة وندوق. ولا اروع، نكملها كلها واقعد افطر كده وانا مبسوطه ورايقه. ولا احلى من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم سلوى من قناه سنسونه سلوى، والنهارده ان شاء الله هنعمل وصفتين اسهل من بعض. لو حابه تعملي واحده بس اعملي، لو عايزه تعملي الاثنين وتجربي الميكس ده مفيش اي مشكله. يلا نخش على المطبخ ونبدا. بسم الله، تعالوا نبدأ الأول بالشوكولاتة علشان هتقعد وقت شوية، يعني لحد ما تاخد القوام الحلو. استعملي نوع الكاكاو اللي انت بتحبيه. أنا الحقيقة أول مرة اشتري نوع الكاكاو ده، كنت اشتريت القهوة من نفس النوع، اشتريت حجم قهوة صغير لحسن تطلع مش حلوة، ولكن الحقيقة طلعت حلوة جدا، فتشجعت ان انا اجيب الكاكاو من نفس الماركة. شايفين كده، حتى بشرب منها دلوقتي اهي. كمان هحتاج بذور الشيا. بذور الشيا من الحاجات الجميلة جدا والمغذية جدا. كمان هحتاج لجوز الهند العادي خالص، وزيت جوز الهند. زيت جوز الهند من الحاجات اللي بحبها جدا، واتفقت معاكم اي حد عايز يعرف يجيبه منين من القاهرة هسيب لكم رابط ان شاء الله في صندوق الوصف. وفانيليا وسكر ستيفيا على حسب الرغبة. اول حاجة اللي انا هحط على حمام مية زيت جوز الهند ده عشان يكون بدرجة حرارة الغرفة. كل النهاردة الفكرة اللي انا هعمل هستعمل الخلاط، ففي الخلاط اللي هو هيكون ناشف هحط فيه نص كوباية من جوز الهند وكوباية من المية. تعالوا نحط كمان بذور الشيا، ادي واحد اتنين تلاتة. هنحط حوالي 3 معالق من زيت جوز الهند كمان، ونحط قطرات من الفانيليا، ولو عايزين نحط سكر ممكن نحط لحد 3 اظرف هيكون حلو جدا. انا بالنسبه لي زي ما انتم عارفين خلاص ايه، ما بحط السكر. تعالوا نحط كمان الكاكاو، فاحط 4 معالق كبيره من الكاكاو. بس بصوا معالق عامله ازاي، معلقه هرميه يعني معلقه كبيره كده ايه مليانه. وبرضو على حسب ذوقنا، يعني في ناس بتقول لا الكاكاو بيمرر واحنا مش بنحبه كده، فعلى حسب ذوقك تقدري تقللي او تكتري. انا بالنسبه لي عايزاها تكون غامقه كده ويعني طعمها شوكولاته. وكده خلاص، مجرد ان انا ضربته كويس جدا جدا في الخلاط، وكل ما بتقعد في التلاجة تستريح كل ما القوام ده بيتقل عن كده، لان بذور الشيا من الحاجات اللي بيكون قوامها عامل زي الجل شويه كده، حتى بصوا هتنزل في الخلاط كده زي ما تكون بتتزحلق. طيب واحنا بناكلها هيكون بذور الشيا دي باينه؟ ايوه، طعمها كده هيكون باين. عارفين لما تبقوا بتقرمشوا حاجه هي هتكون كده. شايفين القوام ده لسه طالعه من الخلاط بنفس القوام ده، اما لو دخلت التلاجه هتجمد شويه. رائعه جدا، ينفع ان احنا نستعملها شوكولاته للدهن، بديل نوتيلا، يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه. عايزين تكتفوا بالوصفه دي كده، يعني كده خلاص كده احنا خلصنا، مجرد ان احنا بس ايه هنقدمها بشكل حلو. عندي كده الاكواب دي، تعالوا نملاها، وما شاء الله طلعت لي كميه كبيره. يعني احنا كل اللي استعملناه نص كوبايه من جوز الهند عليها كوبايه من الميه، وده كده بيكون شكلها. طبعا هزينها بالفراوله لان طعمها مع الفراوله بيكون حلو جدا، والسكر بيكون على حسب الرغبة. والناس اللي عايزة تحط عسل للأطفال يقدروا يحطوا عسل، مفيش أي مشكلة، عسل أو دبس التمر أو تمر حتى قطع، مفيش أي مشاكل. المهم اللي انت هتسكريها بالطريقة اللي تريحك. ويلا نخش على الوصفة التانية، العيش. فالعيش هنحتاج له حاجات بسيطة جدا، عبارة عن سمسم وبذور الشيا وبيكنج باودر وفانيليا، وطبعا برضو هحتاج شوية مية. تعالوا على طول كده نجيب نص كوباية من السمسم المحمص، طبعا انا النهاردة الوصفتين اعتمدت فيهم ان انا عايزة اعمل حاجة نباتية وكمان تنفع للكيتو دايت،
لان كتير قوي قوي سالتوني عايزين عيش، فممكن ان انتوا تعملوا الوصفه دي كعيش وتاكلوها مع جبنه او اي حاجه. هحط كمان حوالي ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت معلقتين كبار من بذور الشيا وانا بتكلم كده نسيت اقول، وهقلب. وهحط فانيليا مع العيش ده علشان يكون مسكر سنه. نقدر كمان نحط سكر ستيفيا هنا يعني في العيش ده كمان، نقدر احنا نحط سكر ستيفيا لو احنا حابين. خلاط ناشف تماما وهنطحن، نخلي بالنا بس السمسم بيطير كده في المكان، يعني نغطي الخلاط ما نسيبوش مفتوح. بصوا بعد ما يتطحن ممكن نفتحه كده اوريكم ايه، حبه كده وانا فاتحاه اهو، بيبقى عامل كده الخليط بودره كده خالص. ممكن نعمل منه كميه ونحتفظ بيه في التلاجة وقت ما نكون عايزين عيش مجرد ان احنا نحط عليه ميه. وصفه سهله جدا، حاولت اسهل على نفسي النهارده اعمل حاجه تكون بسيطه وسهله. وفي الخلاط الوصفتين يعني زي ما انتوا شفتوا شايفين كده، هحط ربع كوبايه من الميه وهقلب على طول. بذور الشيا تقوم ماسكه كده وخليه قوام عامل زي ما يكون جل. بذور الشيا من الحاجات المفيده اللي مليانه اوميجا 3، اللي يا ريت يعني نجيبها ونستهلكها وما نقولش لا دي غاليه او حاجه. انتوا بتشتروا فيتامين عشان صحتكم، لما تكون حاجه في الطبيعه وحاجه موجوده طبيعيه ليه ما نستعملهاش، احسن من 100 فيتامين صراحه. يعني جبت طاسه ودهنتها بشويه من زيت جوز الهند، شويه حلوين يعني، خلي الطاسه كده تكون ممليه يعني ممسوحه كويس. وبعدين احط العيش وافرد، والعيش ده هيستوي على درجه حراره هاديه جدا، يعني بيقعد حوالي يعني 7-8 دقايق كده على الوش الاول. حابه بس اعمل له يعني وش، يعني عايزه اعمل له شكل بس كده، فبالسكينه كده هبتدي ايه، طبعا اختياري انا حابه اعمل له شكل. ويلا على طول نروح على النار ونحط العيش ده، يعني مفيش داعي ان احنا نستنى. لو عايزين نستنى شويه طبعا ايه مفيش مشكله، على نار هاديه تماما زي ما احنا شايفين، واغطي عليه عشان يستوي براحته. بعد حوالي 7 دقايق على نار هاديه، تعالوا كده نقلبه على الناحيه التانيه. ولما هنقلبه هنسيبه تاني حوالي 4-5 دقايق، يعني مفيش مشكله لو اتفتفت معانا نرجع نضغط عليه ونسيبه. يعني لما بيكون متحمص شويه بيكون احلى. فهنا انا عندي اتحمص كده ودلوقتي بقى جاهز، بس سيبوني الاول احط لكم المقادير على الشاشه. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفتين، عايزين تاكلوهم مع بعض زي ما انا عملت، عايزين تاكلوا كل حاجه لوحدها، المهم اللي هما وصفتين حلوين جدا مناسبين للناس النباتيين، للناس اللي عاملين كيتو دايت، اللو كارب، جلوتين فري، ومليانين فوائد غير كل الحاجات اللي انا قلتها دي. اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ومع السلامة.